ايه يا كابتن؟ اسامه ايه يا كابتن؟ عامل ايه؟ انا زي الفل، شغل عالي يعني الحمد لله. طب احنا دلوقتي في انسومنيا ايجيبت عاملين تشالنج جامد جدا من كتف لاب. يا رب. خلي بالك بقى بتعمل ايه في الناس هنا. هقول لك احنا في العاب وكده، فعايزين نعرف الاستاذ احمد السقا الفنان العظيم بتاعنا لعب بلاي ستيشن في فيلم ايه؟ عندك الاجابه؟ انت بتجيب الاسئله دي منين؟ انت عارف الاجابه؟ انا اللي عامل السؤال ده، انا اللي قايل السؤال. انت عارف الاجابه؟ اه والله. في فيلمين كمان لعب فيهم بلاي ستيشن. لا فيلمين؟ فيلمين لعب في بلاي ستيشن. انا ممكن ابقى عارف واحد. قول. طب كده قول. بس لو الاجابه غلط هتعديها لي صح؟ احنا اصحاب يعني. تقول ايه اصلا؟ هم اكيد عارفين الاجابه الصح يعني. هم لسه عامه يعني محدش عارف عامه لغايه دلوقتي. بص قول لنا، لعب بلاي ستيشن كان ماسك دراع كده وبيلعب بلاي ستيشن. ايوه ما انا بفتكر في اي واحد فيهم. اه فاكر السين. ايه ده؟ كان اسمه طاهر يا معلم. وكان بيلعب فيلم تيتو وعيب ان انا ما اعرفش. جامد. فيلم تيتو كان اسمه طاهر وعيب. صح. جامد يا جماعه. اخيرا جاوبت. جامد يا جماعه. تقريبا الوحيد اللي في انسومنيا جاوب على السؤال ده. اخيرا جاوبت. اقسم بالله جامد. عالمي عالمي. طب دلوقتي احنا عاملين بقى لعبه لهنيدي فيها اسئله وافيهات هنيدي واغاني هنيدي وكل حاجه على هنيدي. ربنا يستر. ماشي. لسه ما نزلتش اصلا. لسه فاهم. ده الفيرجن الجديد. دي اجدد حاجه خالص بقى. ماشي. فانت جاهز تلعب هنيدي؟ اه. نشوف انت مدمن هنيدي ولا. شوف. اسحب اي كارت كده بقى وجاوب على السؤال. ممكن تلاقي اسئله وافيهات. ماشي. تعالى بوريهم البتاع ولا اشوف؟ قول السؤال. قول السؤال. الافيه ده من فيلم ايه؟ اه. مصريه ومن شبرا واخوها اسمه حسن وعليه حكم. ده صعب ده شويه. صعب شويه. طيب ان كات اللي بعد. اسحب. اسحب بقى. سهله. اسحب بقى. انا جبت تيتو يعني. هنيدي علق ابن وزير التربيه والتعليم. لا ده سهل ده. الحمد لله. ده سهل ده. ايه كان ما اعرفوش. هنيدي علق ابن وزير التربيه والتعليم من قفاه فيلم ايه؟ انا عارفها. انا بقول لك ده اسهل حاجه. سهل قوي. ده بونص. انا عارفها. ده بونص. ده 1 بوينت اصلا. ده فاهم ده يعني ولا حاجه. رمضان مبروك ابو العامين. جامد. اللي بعده. ماشي. خليه معاك و ماشي. الاغنيه دي حمام في امستردام. انت عرفت منين؟ عشان انا جامد من الكيو ار كود بعرف الاغنيه. لا طبعا مستحيل. تعال نجرب. يلا. مستحيل. يلا. معاك موبايل؟ يلا. معاك موبايل؟ معايا موبايل. اه الموبايل. اه امسك كده سنه. اها. اسكان الكيو ار كود. الكود ايه؟ كم؟ في اللونج كده. ماشي. تعال نسكان ونشوف. طب انت مستحيل تقول جبتها ازاي يعني من يا ابني. انا جامد. هو ايه النت ماله؟ بص ما انت مش وي. انت مش وي. افتح. طب واي فاي وي. طب ينفع على الواي فاي؟ هتيجي تشوف ايه التست دلوقتي السبيد بتاعت وي. انا فعلا مش وي والله. هو ايه طيب؟ يا صاحبي ده وي فعلا. قول عاوز ايه شويه. لا مش همان يا باشا. لا ده صعيدي في الجامعه الامريكيه. كان نفسي تصمت. كانت تبقى حلوه لو كانت همام. كانت حلوه قوي. طب يلا اللي بعده. اقفل بقى. هات لي بقى كارت سهل كده. اه. الافيه ده من فيلم ايه؟ ده صعب عليا الصراحه. 10 بوينتس دي بقى صعب. حاجه ثانيه ايه يعني؟ بتبيع سبح. يوسف. فين يوسف؟ فين يوسف؟ الافيه ده من فيلم تعالى يا يوسف. تعالى يوسف. تعالى ساعده. هو دلوقتي نفسه طبعا عارف يوسف تهامي طبعا. حبيبي والله. كله تمام. دلوقتي هنيدي في صعب شويه. حاجه ثانيه ايه يعني؟ بتبيع سبح. استنى في هقول لك. جانب كان التالي. لا استنى. بتبيع سبح. هتكون ايه يعني بتبيع سبح؟ هو كان ايه المشهد قبلها؟ هو كانوا بيتكلموا على واحده وقالوا لا دي حاجه ثانيه. قال له حاجه ثانيه. استنى استنى سعيد في الجامعه الامريكيه. اتكلموا على اللي هي بتاع الجيش ابو. ايوه بالظبط كده. سعيد في الجامعه الامريكيه. هو جامد. انا هو انا خلاص. هو انا. طب يلا بقى تاني. تعالى بقى تشوف اللي بعده. ايوه طبعا. لا لا طبعا طبعا. كمل. اسحب انا. اسحب بقى انت. كنت هاخد الكارت. لا لا هزار. ده هزار. جانا بين التاني. عاره يا حاج. عاره. انت طالع عاره. يلا اسامه. انا ليه انا؟ اه بقى انت واحد وهو واحد. هنيدي دخل مزاد فيلم ايه؟ توسكانيني. طبعا امام في امستردام. ماشي. الاسئله دي كلها سهله يا جماعه. عشان اصعب. عايز اصعب؟ بلاش اصعب. لا 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 جامد جدا. الاغنيه دي من فيلم ايه؟ اسكان كده. امام في امستردام. انت مصمم ها؟ ايه هنا؟ هو بس هيفتح لك اللينك. شغل.
ده النت انت قوي يا لا عيب عليك انت قوي النت شغال استنى ما هو شغال شغال اسمع شغال ايه لا لا استنى صمتة علي كده كل سنة عظيم سهل 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 دخل الحرام اللي بعده تاني والله اسحب مين اللي عليه زي مسامة انا عمري ما ركبت قطر تركبوني طيارة سهلة يعني مش محتاجة جواب قول طب قول مش عارف يا جماعة مش عارف يا جماعة الإجابة اجاوب انا اجاوب كل سنة عظيم صح شفت بقى هي يلا ماشي هشتغل ضابط امن سكيورتي فيلم وش جرام فيلم بقول لكم ايه بقى اصعبها لكم بقى شويه كده كده احنا نطلع بقى هنيدي نلعب بقى ايه فيلم نلعب بقى افلام وافيهات ونشوف بقى يلا امسك كروت يلا حطهم في جيبي هنا يلا اسحب اي كارت كده اسحب كارت طب اسحب كارت يا كابتن فيلم ايه استنى استنى فيلم ايه استنى ده كريم عبد العزيز حاميه في تايلاند غلط حاميه في كيجي 2 قال له اسحب كارت رقم الخزنه كان كام يحاول لا تصل لا عيب بقى عيب بقى عيب بقى طيب ده ممكن يعني يبقى صعب السيكا بس هو صعب قوي يعني شريف منير اتجوز وعمل فرحه في فيلم ايه السؤال ده يا جماعه انا انهي بيه الفيديو و لا انا عايز فيلم تاني في سهر الليالي ويجا لا لا ويجا ما اتجوزش كان متجوز اصلا كان متجوز ولاد العم يمشي معاك لا ما عملش فرحه صح هو ده لا لا سهل شكرا يا جماعه والله العظيم مدمنين حبيبي قلبي شكرا ان احنا بنشد بنسحب تترات مش كده تترات يا حبيبي 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 شكرا يا جماعه ليكم شكرا جت افلام اسامه ويوسف تهامي ميرسي جدا حبيبي.